السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي الحبيبات، طالبات الصف الخامس، اليوم إن شاء الله سوف ندرس الجزء الثاني من درس تصنيف الأشكال الرباعية. هدف درسنا تصنيف الأشكال الرباعية بحسب خصائصها. نتذكر مع بعض ما تم دراسته من الأشكال في الحصة السابقة. أولا، يتم تصنيف الأشكال الرباعية بحسب خصائصها، وطبعا علشان اقدر اصنف الاشكال الرباعية لازم بفكر بالاسئلة. السؤال الاول، كم زوجة من الاضلاع المتقابلة متوازية؟ السؤال الثاني اللي بسأله نفسي، اي من الاضلاع متساوية في الطول؟ السؤال الثالث، ما عدد الزوايا القائمة؟ وخدنا في الحصة السابقة عندنا اول شكل شبه المنحرف، خصائصه له زوج واحد من الاضلاع المتوازية، بمعنى أن الضلع ده يقابله أو ما يقابله الضلع ده، يعني الاثنين ضلعين متوازيين، والضلع ده يوازي الضلع المقابل له. متوازي الأضلاع له زوجان من الأضلاع المتقابلة المتوازية والمتساوية في الطول، أو ممكن أقول كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول ومتوازيين. وأيضا من نفس الخصائص متوازي الأضلاع المربع والمستطيل والمعين، وطبعا ده شكل متوازي الأضلاع. بينما المستطيل له 4 زوايا قائمة، وطبعا رسم المستطيل كده. وممكن أيضا من خصائص المستطيل شبه خصائصه هو المربع، لأن أيضا المربع له 4 زوايا قائمة. بينما المعين أضلاعه كلها متساوية في الطول، بمعنى الضلع ده كل ضلع من أضلاعه الأربعة متساوية في الطول. وممكن أيضا من خصائص المعين الأضلاع كلها متساوية في الطول المربع، لأن أيضا المربع كل أضلاعه متساوية. المربع أضلاع كلها متساوية أيضا في الطول، والمربع له 4 زوايا قائمة مثل المستطيل. نيجي مع بعض نحل أمثلة 13. استعمل ما أمكن من التسميات لتحديد شكل كل مضلع، وحدد التسمية الأكثر دقة لوصف الشكل. أولا، مثال 3، نلاحظ أن الشكل والتسمية الأكثر دقة له هو أحسنتي مربع. ممكن أفكر إيه الأشكال من الأشكال الرباعية اللي ممكن تاخد من خصائص المربع. نجد أنه متوازي الأضلاع، وأيضا المستطيل، لأن المستطيل والمربع يوجد لديهم 4 زوايا قائمة، وممكن المعين، لأن المعين والمربع جميع أضلاعهم متساوية في الطول، وممكن أطلق عليه إنه هو شكل رباعي. طبعا كلهم هما أشكالهم رباعية أو بما يسمى الأشكال الرباعية. نيجي مع بعض مثال 4، الشكل أو الاسم الأكثر دقة هو مستطيل، وأيضا من خصائص المستطيل يوجد عندنا مربع، يوجد من المربع نفس خصائص المستطيل، لأن المربع والمستطيل كما ذكرت أنهم لديهم 4 زوايا قائمة، وأيضا ممكن أطلق عليه أن هو شكل رباعي. نيجي عندنا مثال 5، الاسم الأكثر دقة لمثال 5 هو أحسنتي معين، وأيضا من خصائص المعين في شكل تاني هو متوازي الأضلاع، لأن كل ضلعين متقابلين متوازيين، إذن المتوازي الأضلاع. نيجي مع بعض مثال 6، الشكل هو متوازي الأضلاع، وأيضا هو أحسنتي شكل رباعي، وممكن أقول عليه هو كمان
مربع، لان كل ضلعين كل ضلعين متقابلين متوازيين. نيجي مع بعض نحل مثال 17 page 404. اي من الاجابات التاليه يمكن ان تمثل اطوال اضلاع متوازي الاضلاع؟ اتفقنا ان من خصائص متوازي الاضلاع كل زوجين من الاضلاع المتقابله المتوازيه ومتساويه في الطول، او ممكن اقولها بصيغه تانية، كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول وايضا متوازيين. هل هو الاختيار A 5 متر عندي 3 اطوال 5 متر وعندي طول واحد فقط 1 متر، طبعا خطأ. في الاختيار B عندي ضلعين 1 متر وعندي ضلعين اخرين هما 5 متر، اذا الاجابة صحيحة. مثال او الاختيار C عندي ضلع 4 متر وعندي 3 اضلاع 1 متر، خطأ. في الاختيار دي عندي 3 اضلاع 1 متر وعندي ضلع فقط 5 متر، اذا الاجابة خطأ. وبكده يكون انتهينا من شرح الجزء الثاني من الدرس، ان شاء الله تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.